الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من باب للخير إلا ودلنا عليه، وما من باب للشر إلا وحذرنا منه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاسمعوا لقول الله وعد، إذ يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، كما عودتكم وعودت نفسي في هذا المسجد المبارك، ومع موضوع مهم ألا وهو ذكرى عاشوراء وبعض أحكام الزكاة. عباد الله، اليوم يوم الجمعة، يوم مبارك، ووافق كذلك يوما مباركا وهو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم من الشهر القمري. هذا اليوم يوم عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ذنوب سنة مرت، أقصد الصغائر. أما الذنوب الكبائر فهذه وجب فيها التوبة، فيها التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى ورد الحقوق إلى أصحابها. أما الذنوب الصغار، صيام يوم كهذا اليوم وهو يوم حار، وأنا أعلم أن كثيرا منكم قد صامه مع المشقة، مشقة الصيام، مشقة الحرارة، فأجره عند الله عظيم. كذلك جاء في الأثر أن من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه طيلة السنة كاملة. ما معنى ذلك؟ يعني أن رب البيت إذا أعطى الهدايا لزوجته وأبنائه وزادهم في المصروف في هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر والثواب والبركة طيلة سنة كاملة. قال بعض أهل السلف مثل ابن سيرين وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهم الله ورضي عنهم: وقد جربناه فوجدناه صحيحا. أي أهل هؤلاء التابعون ومن تبعهم بإحسان جربوا هذا الأمر وهو التوسعة على العيال في عاشوراء، وقد استفادوا طيلة سنة كاملة من البركة والخير والرزق. فلذلك لا تضيعوه يا عباد الله.
طيب ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ حكمه الاستحباب، أي أنه مستحب صيامه لوحده، ومن أراد أن يصوم التاسع لوحده فله ذلك، ومن أراد أن يصوم العاشوراء لوحده فله ذلك، ومن أراد أن يجمع بينهما فله ذلك، ومن أراد أن يزيد الإحدى عشر فله ذلك، ومن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا اليوم كان يصومه في الجاهلية قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام صامه زمانا في مكة، ولما جاء إلى المدينة صامه كذلك، وكان دائما يحب أن يخالف اليهود والنصارى، خاصة بعد نقضهم للعهود والمواثيق. ففي العام الذي توفي فيه قال: لئن عشت إلى قابل، أي إلى سنة جديدة، لأصومن التاسع، يعني فقط مخالفة لليهود والنصارى. يعني من صام العاشوراء فقط له ذلك، ومن صام التاسع فقط مخالفة لليهود والنصارى فله ذلك، ومن أراد الجمع بينهما والزيادة فله ذلك، وهو يوم مبارك وعظيم. فإن قال قائل: ما الذي حصل فيه حتى اكتسب هذا الأمر؟ إن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا اليوم بين الحق والباطل، نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عفوا ومن معه من المؤمنين على فرعون ومن معه من الكافرين. كان كليم الله ضد أشد أعداء الله. فرعون رجل قصير متر ستين، لم تر الدنيا له مثيلا في الكفر والعناد. لماذا؟ لأنه ما من كافر قبله ولا بعده ادعى الربوبية والألوهية، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وهكذا ادعى الربوبية وادعى الألوهية فمات غرقا. والله سبحانه وتعالى نصر نبيه ومن معه سيدنا موسى عليه السلام، وقصته كثيرة ومتواترة ومتكررة بألوان شتى في القرآن العظيم. فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، وصامه بنو إسرائيل من بعده كذلك، ونحن أحق بموسى منهم، ونحن نصومه شكرا لله سبحانه جل في علاه. كذلك يا عباد الله، يوم عاشوراء يوم مبارك وعظيم، حصلت فيه حادثة اتخذها بعض فرق الإسلام مندبا، وهو مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عنه وعن أبيه وعن آل بيته أجمعين، وهو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قتل الحسين جعل أهل العراق ندبا طيلة أعوامهم، كل ما تجي عاشوراء إلا ويغربون أجسادهم بالسلاسل والسكاكين، ظنا منهم أنهم قد تخلفوا عن الحسين ولم ينصروه في ذاك الموقف. أما أهل السنة فإنهم لا يغربون الوجوه ولا يشقون الجيوب ولا يضربون بالسلاسل والسكاكين أجسادهم، فهذا مما يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم ويغضب آل بيته أجمعين. فنحن نحب آل البيت ونوقرهم ونجلهم وننافع عنهم ونقرأ سيرتهم ونعمل بأثرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون الإنسان من المخذولين في الدنيا والآخرة، ومن المغضوب عليهم في الدنيا والآخرة، ممن يعملون عملا يحسبون به
شيئا منكرا والعياذ بالله، وهم في قرارة أنفسهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. رد بالك، رد بالك، يزين لك الشيطان ويقول لك لا أنت أمورك واضحة، أنت راك ضامن الجنة. لا يا سيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ولم يأمر بضرب الأجساد وتعذيب الأنفس، حاشا لله، حاشا لله. ولذلك يا عباد الله، من أراد أن يتذكر سيرة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بكتب السيرة وكتب المؤرخين الذين ذكروا آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. عباد الله، يوم عاشوراء في شهر محرم، كان الناس يتنافسون في هذا الشهر المبارك على إخراج الزكاة، فمن كان قد أخرجها قبل ذلك فله ذلك، ومن ما زال لم يخرجها بعد فليخرجها في هذا الشهر أو في غيره إن وصل ماله النصاب ودار عليه الحول. مثال ذلك، إنسان عادي موظف تجيه الشهرية بتاعه، يأكل منها ويدخر منها، شهريته مليون ونص، يصرف في مليون ويخبي في 500 دينار، كل مرة يخبي يخبي حتى يوصل هذا المبلغ بتاع النصاب 85 جرام من الذهب الخالص ذو 24، اللي هو الساعه على قول سماحة المفتي 16 مليون و24 دينار و800 فرنك بعض المصارف. اللي عنده هذا المبلغ 16 مليون و24 دينار وحال عليه الحول، يعني وقت اللي يوصل نصابه يوصل هذا المبلغ، تحط رشمة في اليومية تقمر بها وتعيش عادي، ما تبقاش تخدم في مخك، عيش عادي، كل اشرب نحي منها رجع لها، سافر، ما تسبق امورك، يجيك المرض كذا في النهار اللي يوافق العام اللي بعده. انظر الى مالك، اذا كان وصل 16 مليون فما فوق، ربما يوصل 20 25 مليون، إلا هنا تولي تخرج على كل مليون 25 دينار، يعني على المبلغ الكل تخرج 2.5%، 2.5%. ما يقولش الإنسان نخرج كان على 16 قبل، لا، يقول خرج على الكل. الإنسان هذا هيأ نفسه لإخراج الزكاة وحط الفلوس الكل، مش غدوة إن شاء الله يدور على الفقراء والمساكين، هذا 100، هذا 200، هذا 500، إلى غير ذلك. كان مصاحبه في العشية قال له يا فلان راك تسالني 5 ليالي، ها هما موجودين، وجاب لك في 5 ليالي، ما عادش باش تخرج على 20 فقط، تولي تخرج على 25 مليون الكل. أما إذا أنت أخرجت زكاتك وطهرت مالك بعد يومين أو ثلاث أو حتى في العشية نتاع، كلمة قال لك يا فلان راه عندي كذا راك تسالني فلوس، ها مليون نتاعك، فهذا يستقبل به عاما جديدا، هذا يستقبل به عاما جديدا. واما التاجر، التاجر يقول لك انا ما تركعش عندي الفلوس، هاي داخله منا خارجه منا داخله منا خارجه، اقول له يلزمك تحبس الحساب في نهار، وهما الاكثريه ديما يحبسوا في راس العام الميلادي، مثالش راس العام الميلادي راس العام الهجري، المهم خارج زكاتك وطهر مالك، الفلوس اللي عندك والأرباح اللي جمعتها مع السلعة اللي مكدسة عندك في الدب وإلا في الحانوت، هذيك الكل تحسبها، وما تحسبش الأواني، وما تحسبش الآلات، الفريجيدار ما تحسبوش، ما تحسبش المروحة، ما تحسبش المكيف، ما تحسبش الآلات والأواني، هذوك ما تحسبهمش، أما السلعة الموجودة هذيك راهي مالك، تحسبها الكل وتجمعهم الكل، وحتى الفلوس اللي في جيبك والفلوس
الفلوس اللي حاطهم في البوسطة، والفلوس اللي حاطهم في المخدة، والفلوس اللي حاطهم تحت الجراية، والفلوس اللي حاطهم في المصحف، والفلوس اللي مخبيهم على مرتب صغارك، الكل تلمهم وتخرج عليهم الكل 2.5%. واضح؟ ومن كان له زكاة حرث، تمور، زيتين، كذا، فالله سبحانه وتعالى يقول فيها: وآتوا حقه يوم حصاده. النهار اللي بيستجمع فيه الزيتون، وإلا بيشفع فيه التمر، أو أنك يعني تجني فيه الثمار، النهار ذاك يخرج فيه الزكاة بتاعك. إن كان سقويا، يعني تسقي فيه بالبئر، بالآلة، كذا، فهذا فيه نصف العشر. وإن كان بعريا تسقيه السماء، فهذا فيه العشر. وإذا كان تزرعه ومشيت بعت المحصول بتاعك وجنيت منه مالا، ما تقوليش أنا مش تخرج 2.5%، لا، مش تخرج 10% إن كان بعريا، وإلا 5% إن كان سقويا. وش معناه؟ يعني زكاة المال كان يخرج على المليون 25 دينار، أما زكاة الثمار القمح والشعير والتمر وكذا، باع المحصول بتاعه وهو بعري، نقولوا له على كل مليون قداش؟ 100 دينار. على كل مليون يخرج 100 دينار. وإذا كان سقوي نصف العشر، على كل 100 دينار 50، على كل مليون 50 دينار. هذا وليبلغ منكم الحاضر الغائب. واعلموا يا عباد الله أن من طهر ماله في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يزكي له جسده ويزيده في الرزق. وأنتم تعلمون أن كل يوم إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط كل ممسك تلفا. يعني اللي ينفق ربي عوضه. وقتش الإنسان يبدأ يتشحح؟ وقت اللي يكفر المال بتاعك. وقت اللي كانت عندك 10 و20 مليون سهل أن يخرج الزكاة بتاعك. أما وقت اللي يوصل عندك 500 مليون و600 مليون، ولا تحسبها يقول كيفاش 50 مليون أنا مش أخرجها، ولشكون مش أعطيها، وهبطوا يضربوني بالعين وهكذا، ويبدأ الشيطان يعبث به ويقول له: لا يا ودي فك عليه، لا لا ما تعطيش الحد، ويضله ويهديه إلى عذاب السعير والعياذ بالله، وإلى الجحيم. ويوم القيامة يتبرأ منه، مش يوم القيامة، في الغرغرة، وقت اللي توصل لك الروح لهنايا، وأنت تبدأ تشوف الشريط متاعك، هذه آلات ربانية، مش تليفون وبورتابل وكاميرات، هذه بعد سنين تفسد. أما الآلات الربانية، الملائكة تحيدك بالفيديو، بالصوت والصورة، هذيك ما تفسدش. وقت اللي تبدأ على فراش الموت تشوف حياتك الكل، تتعدى عليك شريط كامل صوتا وصورة بالفيديو. الوقت هذاك يتحصر الإنسان على الهفوات اللي عملها، وعلى التقصيرات اللي قصرها في جنب الله سبحانه، ويقول: يا ليتني نرجع باش نصفي ونخرج زكاة مالي ونزيد سجدة ونقرأ صفحة من القرآن. يقولوا له: هيهات، لا رجعة لك بعد اليوم. فلذلك استعدوا يا عباد الله في ذاك اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا على من أمرتم بالصلاة عليه بقوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا
إلا قضيته، ولا قائدا إلا أرجعته، ولا شاذا إلا زوجته، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا عالما إلا وفقته، ولا تلميذا إلا نجحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم خفف علينا حرارة الطقس والجو، اللهم خفف علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة، فإننا لا نطيق عذابك ولا نطيق عقابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من تسمع نداءنا وترى مكاننا، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا قريب ليس ببعيد، نسألك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، نسألك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وتقبل تلاوتنا للقرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو أو النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تستجيب لنا جميع دعواتنا بالسر والعلن يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبيدك أتوك من كل مكان يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم أعطهم سؤلهم وزدهم ولا تنقصهم، وبارك لهم في آبائهم وأمهاتهم، وبارك لهم في زوجاتهم وأموالهم وأولادهم، وأصلح أحوالهم وبالهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارزقنا عمرة قبل الممات، وارزقنا حجة قبل الممات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، ونجه من براثن اليهود الغاصبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.